ورحمة الله وبركاته. أولا مليون تحية تعظيم سلام لمنتخب موريتانيا. النهاردة موريتانيا كانوا السنغال ولا إيه؟ لا ده أحسن من السنغال، ده الجزائر كسب السنغال. يا رب ادعمنا بلايك عشان نفضل معاك على طول. مش نهاية الدنيا، مش نهاية الدنيا إن الجزائر يخرج، بس واضح إن كل الدنيا عايزة الجزائر يخرج. كل الدنيا تحكيم ضرب الجزاء بنجاح، سيبك من الكرة اللي في السكسر، لا بنجاح في واحدة الراجل بإيده زقه، يعني الأعمى يشوفها، لا في فار ولا نيلة. إسلام سليماني الراجل ماسكه ونايم بيه جوه ويقول لهم شوفوا الفار. واضح إن التحكيم عايز الجزائر يخرج. المعلق معلق المباراة كان فرحان عايز الماتش الحكم يصفر. ما ينفعش، لازم يبقى فيه عدل. يعني الفار ما بيشتغلش إلا على الجزائر بس. طبعا خلاص بقى انا قلت الكلام ده، سيبوني بقى اتكلم على اختيارات بالماضي. ينفع يدرب نادي يبقى معاه 30 لعيب في النادي هيفضلوا معاه السنه كامله يلعب اللي يحبه وبتاع، لكن منتخب بالماضي عنادي ودماغه ناشفه. مانديريا رائع محترم. يوسف عطار انت من 2019 بالماضي قبل ماسك المنتخب، احنا 2024 بقالك 5 سنين مفيش بديل ليوسف عطار. الراجل بطل وكل حاجه، بس مفيش بديل ليوسف عطار. زروكي ده اللي عمال تديله بقالك سنتين كل الماتشات يلعب ومصمم، وهو سيء جدا. ده زروكي النهارده عامل 100 فاول على الجزائر ورجع كره الراجل يجيب جول. لعيب كويس بس يلعب ما يلعبش منتخب، ما يلعبش دولي. طغاي انا راجل بحلل الدول العربية، الدوري التونسي، الترجي التونسي بحلله، وافريقيا للأندية. الترجي التونسي بحلل بقالي سنتين أمم افريقيا، بطولة افريقيا للأبطال. طغاي كارثة في الترجي، كارثة طريقة أداءه، وتحس عنده 40 سنة وهو عنده 24 سنة، بطيء جدا وعمل